تابعنا الديربي في مدينة طنجة. هذا الموسم الديربي يواصل الاغتراب ويرحل يعني إلى مدينة أكادير، وهذا للأسف شديد أمر غير مقبول يعني بالنسبة لكرة القدم المغربية وبالنسبة للفريقين من حجم يعني الرجاء أو الوداد. يعني بالتالي يكون هناك تحفيز كبير سواء في الطرف أو ذاك الوداد من أجل يعني توسيع الفارق لتسع نقاط ويعني الهروب بشكل كبير في المقدمة، والرجاء يعني من أجل الفوز في الديربي لأجل أن هذا يعطيه واحد شحنة معنوية كبيرة وأيضا فرحة كبيرة بالنسبة للجمهور ديالو، أيضا من أجل تقليص فارق النقاط الذي يفصله عن فريق الوداد. اغتراب ديال الديربي غيكون عنده تاثير على الحضور الجماهيري، هذا امر يعني مفروغ منه لان الديربي في الدار البيضاء ماشي هو الديربي في مدينه طنجه او الديربي في مدينه اكادير، وبالتالي هنا خاص يعني علامه استفهام كبيره تطرح حول يعني لماذا نحن دائما في المغرب يعني الملاعب ديالنا كتغلق في منتصف الموسم او في بدايته، علما ان ملاعب الدنيا كامله كتحتضن مباريات ديال البطوله، ما كاين حتى شي يعني اشكالات الا عندنا احنا فقط، اكيد هذا غياثر على الحضور الجماهيري. خاصه يجرى بمدينه اكادير لاول مره، ولكن اعتقد دائما يعني لقاء الديربي كتبقى عنده القيمه ديالو والمكانه ديالو، المعطيات والارقام ديال الفريقين ومكانتهم على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي وحتى المستوى العالمي، لانه الديربي اصبح كذلك كتكون متابعه اعلاميه من العديد من يعني وسائل الاعلام الاجنبيه، اللي كنتمنى انه يعني اللقاء بغض النظر على من سيفوز ويعني من سيكون عنده الحظ انه ياخذ 3 نقاط في هذا اللقاء، نتمنى بانه المستوى التقني يكون مستوى اللي يخلينا على الاقل نقولوا بان كره القدم الوطنيه بخير، لانه كنعرفوا الرجاء والوداد القاطره اللي كتجر كره القدم الوطنيه، ومني كنشوفوا اداء اللي كيكون يعني يليق وسمعه الفريقين فهو كذلك كيعطينا بانه كره القدم بخير، ونتمنى كذلك الجمهور لانه يمكن تبعنا الجمهور هاجر بعض شيء بعض الملاعب، نتمنى يرجع ويساند الفريقين ليس فقط جماهير الرجاء والوداد حتى الجماهير المغربيه والجمهور ديال مدينه اكادير اللي يجي ويستمتع باللقاء ونتابعوا يعني طبق كروي اللي تكون فيه الروح الرياضيه ويكون يعني تكون مواجهه اللي كما ذكرت بانه تعطينا الصوره الحقيقيه لكره القدم المغربيه. ان عامل ربما نقولوا الاغتراب غادي يكون عنده دور اساسي، ولكن كيف ما كان الحال المقابله جات في واحد الظرف اللي الفرق بجوج كيمروا واحد مسار جيد ايجابي، الوداد في الرتبه الاولى، الرجاء في المطارده، ثاني العروض اللي كيقدموا عروض جيده، طريقه لعب في مستوى العالي، غير الملاحظ بان هذا الديربي مع توالي السنوات كنا كنتمنى يكون فعلا تعطيه الضمانات ديال يكون فين عرس رياضي حقيقي، اول من ناحيه التسويق، من ناحيه الحضور الجماهيري، من ناحيه المستوى اللي كنتمنى تكون ديك الفرجة حاضرة، ديك القيمة حاضرة، والروح الرياضية بين الطرفين، ويكون قمة بلا شغل. ولكن كما كان الحال الجمهور حنا كنعرفوا لا الدرجة ديال الوداد غادي يمشي، كيمشيو أبعد من مدينة أكادير، وتعودت لنا التجربة بين الجمهور ديال الوداد والرجاء جمهور غيور، كيبغي الفرق ديالو، كيضحي باش يكون دائما حاضر في المواعيد. مباراة الديربي بطبيعة الحال هي مباراة قوية، مباراة الديربي لا تحتاج إلى تقديم أو إلى تعريف، فريق الوداد الرياضي فعلا هو المتصدر ويطارد فريق الرجاء الرياضي، صحيح أن بعض المشاكل الخاصة بتنقل الجماهيري أو المقاطعة الجماهيرية على مستوى الألترات قد تؤثر على الحضور أو على المستوى العام التقني للاعبين، لكن أعتقد أنه مؤخرا في السنوات الأخيرة خاصة في الديربي الأخير شهدنا يعني لقاءات بدون حضور جماهيري، ما غيكونش تأثير كبير، غيفقد الديربي القيمة ديالو نوعا ما من الناحية التسويقية والجماهيرية، لكن كيبقى الطعم وحلاوة الديربي ونتيجة الديربي يعني عندها نتيجة واحدة أو طعم واحد. نتمنوا أنها تمر في جو رياضي صرف وأن الفوز يكون للفريق الأكثر حظا بحكم أن المباراة كتحكمها تفاصيل صغيرة. والديربي 121 يعني الديربي برهانات مختلفة، فالفريقين بجوج ما عندهمش خيار اخر الا الانتصار، وخاصه الرجاء البيضاوي ان كلشي كيعرف ان الفريق كانت عنده مشاكل كثيره في الفتره الاخيره، كان جوج ديال الاضرابات ديال اللاعبين، كاين مشاكل ماديه، فكاين مشكل طول المسافه، ف يعني المشجع اللي غادي يمشي فعنده مسافه، عنده واحد المده واحد السفر على الاقل 5 ديال السوايع، زائد كاين اللي غيخصو يبات في مدينه اكادير، فكتزاد التكاليف ديال الفندق، التكاليف ديال التنقل،
هذاك يعني ان اللي غادي يمشيو المباراه فغتكون واحد الفئه معينه يعني الناس اللي ميسورين، في حين ان الجماهير العاديه اللي ملفه كتمشي للملعب يعني ب 40 درهم تخلص 30 درهم ديال التذكره وشاد دراهم اللي ورتو في الطوبيس غيكون صعيب على ان تحضر في المباراه ديال الديربي رقم 121. كاين فرق 6 ديال النقط ما بين الفريقين، فإلا انتصر الرجاء البيضاوي غيولي الفرق هو 3 ديال النقط فقط، دونك الضغط غيكون على الفريقين مع انفه المباراه.